لعل أبرز مصطلحين اقتصاديين لفتا الانتباه خلال عام 2021 كان التعافي الاقتصادي، سلاسل التوريد. ماذا نعني بذلك؟ نعم، يتعافى الاقتصاد، نبدأ بالطلب عالميا، نواجه ونصطدم بحقيقة سلاسل التوريد، تعطل في سلاسل الإمداد العالمية بسبب تعليق المصانع ونشاطها، ونبحث عن بداية هذه المشكلة. فهل ستمتد الآن مع المتحور إيميكرون إلى العام 2022؟ يبدو أن هذا السيناريو مرسوم وليس بالبعيد، وخاصة وجدناه في سوق الرقائق الإلكترونية أثر كثيرا على نشاط تصنيع السيارات الكهربائية والتي بدأت بالتخلي عن الكثير من التكنولوجيا المصنعة فيها نتيجة لغياب هذا النوع من السلع. ولكن الأزمة تتفاقم يوم بعد الآخر ولا تجد طريق إلى الحل. لماذا تتفاقم الأزمة؟ نتابع معكم التفاصيل. وجدت دور الخبرة بأنه المتعلق بالأزمة المتعلقة بسلاسل التوريد ستكون في أغلبها نظرة متفائلة، الموضوع سيحل، سنستطيع أن نعود إلى حالة التصنيع الكامل، لن نواجه مشكلة في ارتفاع الأسعار وهذا خلق لدينا تضخم واضح. ولكن هنالك دور خبرة أيضا وصلت إلى نتيجة مخالفة. البداية مع ماكنزي أند كومباني، تنظر إلى الموضوع بأنه هنالك تفاؤل مع ترقب موجة كورونا الجديدة. هذا لا يعني أبدا بأنه سلاسل الإمداد ستواجه نفس مصيرها في العام 2021. أوكسفورد إيكونوميكس تقول أن النظرة المتفائلة للأزمة حتى الآن النظرات متفائلة، هنا نظرة متشائمة من سي انتليجنس بسبب شدة الاختناقات، ويقصد بالاختناقات المرورية في طرق التجارة العالمية، تتكدس البضائع ولا يوجد الكثير من يعني الطرق للنقل، وارتفاع تكلفة وقود النقل والشحن الذي يرفع أيضا بأسعار السلع. لدينا دريوري تجد أن المتغير إيميكرون لا يبشر بالخير، يعني عندنا هون نتيجتين متشائمة. أما فيما يتعلق بإكسينيتا في 2022 تجد بأنه هذا عام آخر من الاضطرابات، وتستمر أيضا الدراسات بالقول بأن الشركات ستقوم بالاستثمار في الأفراد، وهذا يعني بأنها لن تعتمد على المؤشرات السلبية. كيف تبدو أزمة التضخم؟ تضخم الأسعار نتيجة سلاسل الإمداد والتوريد. الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1982 عند 6.8%. توقعات جولدمان ساكس بارتفاع التضخم العام المقبل قبل أن يبدأ برحلة التعافي، وهذه مشكلة مقلقة لطبعا الفدرالي الأمريكي. منطقة اليورو تصل في معدلات تضخم إلى أعلى مستوى منذ 1991 وتصل إلى قرابة 4.9%. جولدمان ساكس يضع توقعاته على المدى القصير بارتفاع أسعار السلع، وحتى التضخم أصبح مستوردا في الكثير من الدول. بريطانيا التضخم فيها عند أعلى مستوى في 10 أعوام يصل إلى 4.2%، وتوقعات بنك إنجلترا أن يرتفع إلى 5%. التضخم ليس وحده المشكلة الوحيدة، ولكن نحن نتحدث عن الأسباب التي أثرت على سلاسل التوريد في العام 2021. تعافي الطلب العالمي مقارنة بالمعروض، الطلب الزائد على البضائع، ارتفعت تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، قلة الحاويات، نقص بعدد الموظفين العاملين في هذا المجال. لا ننسى ما تزال حتى الآن الأسواق تدفع الثمن الحادث الذي حدث في قناة السويس عندما جنحت إحدى السفن سفينة إيفر جيفن، وتعطلت الكثير من حركة النقل العالمية. تم إغلاق موانئ عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، في فيتنام، وكذلك في الصين. هذه أحد جوانب الأزمة العالمية المتعلقة بسلاسل التوريد.